الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا المنبر من باب قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني الصحابي بيجي للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينقذني من النار. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ويأتي آخر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم فيقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم سبل الخير. قال حذيفة وهو يبين أنه كان يسأل عن شيء آخر، قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ونحن أمة رفعنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، فجاءتنا أمم اليهود والنصارى بالتفرق وبالأحزاب وبالجماعات وبالتشتت، فخالفنا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واتبعنا قول الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنحن كنا أمة واحدة، أمة قوية تحكم الأرض وتخضع لها أعناق العرب والعجم بالإسلام والدين والعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص والإيمان الصادق والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكما قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فلا بد يا أخواننا الإنسان يعرف الخير ثم يعرف الشر حتى يتقي هذا الشر. كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذلك يا أخواننا نحن نأتي من هنا لننصح إخواننا من الشباب من الأمور التي تضلهم في دينهم ودنياهم، والتي تكون سبباً في انحرافهم خاصة في العقائد والمناهج. فده منهج نبوي، كون إنه الإنسان يجي ويحذر المسلمين من الشر ومن أهل الشر، هذا دين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الإلحاد يا أخواننا هو الميل، كما قال العلماء، ملحد هو مائل عن الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
الذين يلحدون في أسمائه، أي الذين يقولون في أسماء الله وصفاته وفي الله بغير علم، هؤلاء هم الذين يلحدون في أسماء الله. ثم لما ظهرت هذه المناهج وانتشرت بأسباب كثيرة، يعني صار هذا اللقب يلقب به من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهم اللي عندنا في الجامعة اسمهم شيوعيين، أو اسم الدلع اللي اسمه الجبهة الديمقراطية، أو مؤتمر الطلاب المستقلين، أو حركة القوة الديمقراطية الجديدة، أو حركة القوة الديمقراطية الحديثة، أو جمعية شنو كده ما عارف جالوس، أو جمعية غيره من الجمعيات. لما وجدوا يا أخواننا إنه الاسم بتاع الحزب الشيوعي اسم قبيح، ولا يمكن لإنسان عاقل فضلا عن مسلم أن ينضوي تحت هذا المسمى، فصاروا يأتون بأساليب أخرى. المهم هؤلاء الملاحدة موجودون من الخمسينات في الجامعات دي، ونحن ما بهمنا يعني نركز على التاريخ كثير بقدر ما يهمنا أن نركز على الأفكار، لأن الملاحدة ديل، ونحن هنتكلم عن أنواع من الإلحاد. النوع الأول وهم الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى، زول خش الجامعة مسلم يصلي ويصوم ويكفي المظلوم، يمشي يلقى له حزب ويلقاهم قاعدين تحت لبخة وروكم مدور فهمت، والله يكرمك صعود طاير بفوق وسجارة ماشية بتحت فهمت، ما تعرفوا دجنه. المهم يورطوه بإحدى هذه الوسائل ويقوموا ينشروا له العقائد السيئة التي تقوده في نهاية المطاف إلى أن يصير كافرا بالله سبحانه وتعالى. وده الملحد حقيقته إن إنسان كافر بالله، كافر بالله العظيم. ولذلك لابد أن يعلم الأمر الأول أن وجود الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا يحتاج إلى دليل أصلا، كما قال الشاعر: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني لو الليلة خليك من النهار، لو لقيت واحد طالب زيك لقيته بغالد في واحد من أخوانه، ده الليل لدم الليل لدى الليل لدم الليل، جيب ركن نعمل حزب نعمل مناظرة في إثبات إنه ده الليل، طوال الاثنين ديل يعني أنت ممكن تتبرع عليهم بحق الركشة امشوا اتجاه الماح. الأحزاب دي بتشككك في العقائد الأوضح من الليل والنهار، عشان الناس يا أخواننا تخلي أديانهم وتباري هذه الأحزاب الفاشلة الباطلة، عرفتها؟ طبعا يا أخواننا الإيمان بالله سبحانه وتعالى دلت عليه الشريعة، ودلت عليه الفطرة، ودل عليه العقل. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. نحن كنا ما موجودين، من أين أتينا؟ خلقنا الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وربنا سبحانه وتعالى قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقال إبراهيم في ذكر النعم التي أنعم الله بها عليه، قال: إلا الذي فطرني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأول ما قال فطرني، أي خلقني سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا في سورة الطور في مجادلة هؤلاء الذين ينكرون وجود الله جل وعلا، قال الله جل وعلا لهؤلاء: أم خلقوا من غير شيء
من غير شيء أي من العدم. يعني لو جيت لواحد من الشيوعيين ديل ناس حكاية القردة شالت نبقة وخطت نبقة وجدعت نبقة، مش دي أدبياتهم؟ تقال عندهم موضوع وبعدين دارينك هنا لو ما لو خايف تجي أو كده بنجيب لك نبق إن شاء الله، نشرك لك بنبق عسى ولعل أن تدخل هنا فتنفضح حتى لا تشوش على المسلمين دينهم، عرفته؟ وحات الشعب السوداني شرك بالله قدام المدفع تلقاني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، عرفته؟ وذيل هم القاموا العمل التمثيلية أشاف الشعب السوداني قبل شهور بتاعتنا الشباب طوق اللاب سلاع الراقي بتاع هناي داك، فهمت؟ والشغلة الجايطة دي كلها دي سبب ديل دارين يفسدوا المجتمع، زي ما ربنا عز وجل قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فديل أول حاجة خالفوا هذه الأدلة الشرعية المحكمة الواضحة رب والتي فيها دلالة العقل. ربنا قال أم خلقوا من غير شيء أي من العدم. لو جيت قلت لهم الكرسي ده جاء من العدم براو كده بس صدفة كرسي جاء وقعد، عرفته؟ ولو مشيت المحكمة بتاعت الملكية الفكرية تلقى اثنين عندهم مليارات عندهم مصانع مشاكلين لهم في كرسي، ده يقول لك أنا عامل له زيك بفوق وده يقول لك لا الزيك ده حقي أنا انت سرقته مني، عرفته؟ إذا كان الكرسي عنده محكمة لأنه ما ممكن يجي من العدم، فكيف بهذا الكون يزعمون أنه يأتي من العدم، عرفته؟ عشان كده لو قلت للشيوعي هل ممكن أن نقول أن هذه الشجرة وجدت من العدم سيتحير. فربنا قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم أي أم هم الذين أوجدوا أنفسهم. إنسان ضعيف صفات ضعيفة عقل ضعيف، هل هو أوجد نفسه؟ أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. يعني الضعيف لا يستطيع أن يخلق وأن يصنع ما هو أقوى منه. ربنا قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، لا يوقنون أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. يا أخي إبليس بيقول أنا خلقني الله، إبليس والله إبليس لو جاء الركن بتاع الجبهة الديمقراطية ولقى طريقة ممكن يكشيحهم بالتراب يقول لهم أنتوا بعدين حتورطوني ورطة كبيرة جدا، عرفته؟ إبليس قال أنا خير منه، هو صح يتكبر لكن قال خلقتني من نار وخلقته شنو؟ من طين. فإبليس يقر أن الله موجود وأن الله خلقه وأن الله خلق آدم الذي اتخذه إبليس عدوا له بالجهل والكبر عليه من الله ما يستحق. ولذلك دي دلالة الشرع دلالة الفطرة، إن يا أخواننا الإنسان يجد في نفسه ضرورة أنه فقير إلى رب يعني يسأله في الشدائد ويحميه عند الملمات ويطلب منه الرزق ويطلب منه المدد والصحة والعافية، هذا موجود بالاضطرار في فطر الأصحاء الذين لم تتلوث فطرهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني الإنسان يا أخواننا بيمرق على الفطرة تمام، يقر أن الله موجود وأن الله خالقه وأن الله خالق الكون كله، بعد ذلك بتجي الأحزاب دي تشككه. كذلك دليل العقل بالعقل، ما ممكن يا أخواننا زي ما بقولوا أي فعل لا بد له من فاعل، ولا كيف؟ الشيوعي العامل فوق الود بينبسق والله يفتكر إنه وينبسغت كذا قبل تنبسق، هل هذه الانبساغة لها إنسان بسغها أم انبسغت لوحدها؟ ما سؤال. لو قلت لي انبسغت برا بقوم بنبسغ فيك بكف، فهمت؟ ولو قلت لي لا في باسق لها، يبقى إذن أي فعل لا بد له من شنو؟ من فاعل. لأنه لو طقيتك يا شيوعي في راسك وتجي ولو جيت قلت لي لا طقيتني ليه؟
بقول لك ما قلت انت ما في اي فعل له فاعل. عشان كده اخواننا الكون ده، الكون ده مفعول لخالق. من هذا الخالق الذي خلق الكون؟ هل خلق الكون ده منه؟ عرفتها؟ عشان كده الملاحدة كلهم رجعوا لنظريتين او مسألتين. المسألة الأولى مسألة بتاعت يعني مجادلة بالباطل وصفصطة وجدل زي ما بيقولوا بيزنطي لا أول له ولا آخر، وهي نظرية الصدفة. قالوا الكون ده أصلا وجد صدفة، بس وجد صدفة. طيب يا شيوعي، لو قلنا الطلبة ديل، الطلبة ديل من دون الجامعات الثانية جو خشوا جامعة الخرطوم، ومن دون الكليات دي صدفة كده بس، خلوا الهندسة وخلوا الطب وخلوا التربية وخلوا العلوم وخلوا الآداب وخلوا غيرها من الكليات، وجو خشوا هنا الكلية دي هنا شنبات، بس بالصدفة بس. ده جا قاعد بيجاي، بعد شوية جا سرير خش جوا وجا لحاف طاير رقد فوقه، عرفتها؟ وبعد ذاك اتكونت عبر نظرية التطور، تطور الطابق الأول إلى الطابق الثاني، وتطور الطابق الثاني إلى الطابق الثالث، ثم تطور، ثم توقف تطور الطابق الثالث إلى السطوح، ثم بعد ذاك في ناس بيحبوا فوق وفوق. فهمتها؟ هل الكلام ده بخش عقول زول؟ انت ليه الطلبة ديل ضحكوا؟ لأنه الكلام ده ما بخش عقول زول. ما ممكن تجي تقول لي يا أخي البونة ده بس السلم ده بطريقته الظريفة دي، السلم ده ما ممكن يجي صدفة. تقول لي كون وبني آدم فوق مصايب فوق عيون، ربنا أبدع في خلق هذا الإنسان، خلقك في أحسن تقويم، جعل لك أذنين تسمع بهما ولسان تتذوق به، واللسان ذاته جوا فيه مصايب، يقول لك في غدد بتقلب الطعام، وطعام بيخش جوا وبيدوه إفرازات، وبعد ذاك بيخش المريء وبيخش مراحل، موضوع طويل، موضوع طويل، لكن الشيوعي بيلبع ساكت. فهمتها؟ بس لبعك لبعك ويقوم داير يمشي. انت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعة خمنا لا انت يلقوك لنا، ده موضوعه كله. فهمتها؟ لكن عشان يتأمل في نفسه ويصل الى حقيقة يعني لا يحيل العقل الا ان يقبلها، ما ممكن اصلا. عشان كده اخواننا العقل بيقول انه الكون بالنظام البديع ده ما ممكن يكون جسد أهل الساكن، ما ممكن، ولا بد أن يكون له خالق بلغ في العلم وفي القدرة وفي الحكمة وفي اللطف وفي الخبرة وفي سائر صفات المدح والكمال ما لا منتهى له، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا سبحانه وتعالى أبدع خلق الكون، أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها خلقها بديعة. الشجرة ربنا خلقها بديعة، البني آدم ربنا خلقه بديع، الدابة اللي بيركب عليها الإنسان ربنا خلقها خلق بديع، البحر عنده خصائص ما في النهر، والنهر فيه خصائص ما في البحر، والتراب ما واحد، الصحراء قاحلة ومرة، والأراضي الطينية طيبة لكن بتلقى في الصحراء ذهب. ربنا سبحانه وتعالى يعني أبدع الخلق وأوجد فيه من الأمور التي يعيش بها الناس ويصلوا بها، إن استخدموها في طاعة الله يصلوا بها إلى جنة الله سبحانه وتعالى، خلق عظيم. عشان كده في ناس زمان دارين يناقشوا الإمام أبو حنيفة، قالوا له يا إمام دارين نناقشك إنه الله في والله الله ما في. الإمام أبو حنيفة قام قال لهم تعالوا لي بعد كم يوم، وكان الإمام ذكيا رحمه الله، فوجدوه يتأمل، قالوا فيما تتأمل يا إمام وفيما تفكر؟ قال أفكر في سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع ثم تنزل البضائع وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان. فقالوا له أجننت يا إمام؟ أيفكر في هذا عاقل؟ فقال أقول لكم سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان، وأنتم تقولون أن هذا الكون بسماواته وأرضه وأشجاره وبحاره ليس له خالق ولا صانع، فأينا المجنون؟ يا خليل الناس في الكلية دي، في مش في بيطرة هنا، البهيمة دي شوف خلق الله سبحانه وتعالى البديع فيها، أنت بتقرأ فيها سنوات
أربعة أو خمسة سنوات، وبعد ذاك فيها تحضير ماجستير ودكتوراه، وفي بحوث بعد ذاك أنت بتتخصص في شيء معين. ده خلق الله سبحانه وتعالى، خلقي عظيم وخلقي بديع، عرفتها؟ ربنا سبحانه وتعالى الخلق ده يكون على وتيرة واحدة، يعني ما يوم بتلقى خصائص البقرة في يوم كده وتاني يوم اتطورت، حصل لقيتها؟ مش في مراجع لها سنين طويلة؟ لو الشغلة دي بتتطور معناها كل سنة يكون عندهم برنامج برا كده يا اخوانا، السنة دي البقرة دي رجيلها بترفس ولا بتحلب لبن، عرفتها؟ وتاني للقرون بعد ذاك بيعمل شنو؟ بيجيب ارسال ولا بقون الشبكة؟ ما شغلها بتبقى ساكت، لكن خلق الله سبحانه وتعالى خلق بديع، عرفتها؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل في هذه المخلوقات ما هو دليل على وجوده. يا شيعين طبعا كلامهم ده بدري، إنكار وجود الخالق، وأصلا إبليس يعني يغذي هؤلاء ويكون هؤلاء جنودا له، عرفتها؟ يجوك من زمان جو قالوا ما في خالق، وعندهم سلف، عندهم سلف الشيوعين، عرفتها؟ زي فرعون لما أنكر على موسى عليه السلام قال وما رب العالمين، العلماء قالوا ده إنكار لله سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال المجرمون للرسل قالت الرسل للمجرمين أفي الله شك، لأن هذا أمر واضح وظاهر. جشعين في العالم جابوا لهم نظريات وبلاوي ومصائب، وقام رتب لهم ونقح عليهم وأصل لهم واحد اسمه ماركس مع واحد اسمه إنجلس، وقاموا ألفوا مرجع. أنا إحنا بنذكر الكلام ده ليه دائما يا طلبة؟ لأنه بعد شوية شيوعين بيجوا ينكروا، يقول لك لا طبعا ماركس ده ما كان كده، أو يجيك واحد يقول لك والله طبعا نحن شيوعين لكن أنا قاعد أصلي، عرفته؟ لابد يا أخواننا نرجع الناس اللي منهجهم. أنت لو بيجي شيوعي سوداني وبتصلي وبتصوم وبتؤمن بالله سبحانه وتعالى وملائكته وجميع أركان الإيمان والإسلام والإحسان، ولا تنكر شيئا من الدين وتقيم الصلوات، وترى أن الشيوعية كفر وإلى آخر، بعد ذلك سمي منهجك ده غير المنهج الشيوعي، لأنه ديل رضوا بذلك الكفر وألحدوا وأجرموا ونجروا هذه الفكرة وسموها شيوعين. أنت أنجرة أنجر لك حاجة وما بيجوز النجر ذاته، عرفته؟ المهم ده عنده كتاب اسمه البيان الشيوعي، البيان الشيوعي تأليف كارل ماركس، لو خشيت النت بتلقاه، وما أنصحك أن تدخل له، عرفته؟ قال فالشيوعية، بيتكلم عن الشيوعية دي شنو هي وفهم شنو برنامجها شنو. قال فالشيوعية تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الدين والأخلاق عوضا عن تجديدهما. يعني المنهج الشيوعي ما بيعترف بحاجة اسمها دين ولا حاجة اسمها أخلاق، عشان كده لينين قال الدين أفيون الشعوب، ما داير دين، عرفته؟ ده لينين الملحد المجرم الذي هلك عليه من الله ما يستحق، عرفته؟ وهو القائل في كتاب اسمه يعني مهمات اتحادات الشباب، قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. ده كلام شيوخهم، وانت بمسكوك بكلام الشيخ بتاعك يا شيوعي، عرفته؟ فده المنهج بتاعهم، انهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بأخلاق. عشان تاني ذاته ما في شيوعي يجي يتكلم لنا عن العدل، هل العدل من الأخلاق ولا ما من الأخلاق؟ من الأخلاق. تاني ما تتكلم عن العدل، ولا تتكلم عن العفة، ولا تتكلم عن الظلم، ولا تتكلم يعني عن نصرة المظلومين، ولا تتكلم عن هذه المسائل، لأنك أنت لا تؤمن بأخلاق. عشان كده برضو في نفس البيان الشيوعي قال فغاية ما يلام عليه الشيوعيون أنهم يريدون إشاعة صريحة للنساء بدلا من الإشاعة المغطاة بالرياء والمداجة. يعني قالوا الزواج وكذا ده شغل بتاع رياء، يتخيل وإنت ملحد ما لكم الرياء وإخلاص؟ قال لكن أن إحنا دايرين تكون شنو؟ شيوعية نهائية، نهائي كده تبقى حاجة ما فيها أي قيود،
شان كده شيعين تلقاهم بيجي يقول لك والدبرك لما انضاجع كل بنات الطير ما كان قصده يمتع نفسه يكون صعلوك، كان قصده نبيل وشريف يملى الدنيا طيور واغاني. شان كده اسمح غنية للشيعين بيقول لك والله نحن مع الطيور، داري يبقى والدبرك، والله يا البلد دي ما شاء الله اتملت حجاره، والله نشيل نبل ننجمك، فهمت؟ والدبرك يا اخ بخاف الله ويؤمن بوجود الله، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، فمن هذا المنبر الاعتذار لوالدبرك. لكن دارينا الشيوعي الاسالي والدبرك، فهمت الحاصل؟ فديل ناس مجرمين، ناس مجرمين يا اخ، ناس في البلد دي اساوا حتى للنبي عليه الصلاه والسلام. شوقي تعريفه في معهد المعلمين قال لماذا تلوموننا نحن الشيوعيون على الزنا؟ إن الزنا عادة اجتماعية مورست حتى في بيت النبي الكريم. لابد يا أخواننا الطلبة يعرفوا الوش القبيح الكالح بتاع الشيوعين، عشان ما تقعدوا تدسوا. لما لقوا اسم الحزب الشيوعي كعب يقول لك لا لا، مبنى ما بنشتغل باسمنا لكن بنشتغل بجمعيات و إلى آخر، وجلسة بتاعت استماع. يقول لك جلسة يا أخ ما في حاجة، أبو السيد يا أخ رابطة محبي أبو السيد، عم عبد الرحيم صلى على عجل وما لك لاحق شنو انت، كلين 10 دقائق، فهمت؟ وتلقاه شايل له عود ولاوي ظهره كده زي اللي عنده مغص وكده ولام البنوت، فهمت؟ وده كله شغل بتاع اجرام وضلال وباطل، فالانسان يبقى حذر. نفس الشيوعيين ونحن ده ناقشناهم عديل، مره ناقشنا واحد في جامعه السودان، كلام ده 2008، وزولك جاي كان بيقرا في الإسلامية حول السودان، قال الإسلامية دي كلها عذابة، ونحن قال جايين نبرطع، عرفتها؟ وبعد ده قام قال أغنعني بوجود الله. فأنا أول نقطة بديت معاه وجود الله، لأنه دي أهم نقطة. أنت برضه في الشيوعيين لما تجي تناقشهم ويجي يقول لك لا ما في اقتصاد إسلامي، قول له ما في اقتصاد إسلامي، الله في والله الله ما في، دي النقطة القوية، عرفتها؟ الصمت فيكم منها، يقول لك أنت بليد، صح، لكن الله في والله الله ما في. جاوب سؤال ده اكثر شاف اصغر شافع ممكن يجاوب عليه، عرفته؟ فقلت له انتم بتؤمنوا، ودي النظريه الثانيه بتاع داروين، عرفته؟ وداروين ده يا اخواننا انسان لما كتب نظريته دي قال يا اخي انا في مشكله في النظريه حقتي دي، انه يا اخي اصل الخليقه دي كلها جات من خليه اوليه، عرفته؟ فقال لكن السؤال أو الحلقة المفقودة في هذه النظرية، وده الكلام اللي ما بقوله الشيوعيين، إنه من أين جاءت الخلية؟ وحتى لو ما قالوا داروين برضه نحن بنقوله من أين جاءت الخلية الأولى. فقمت سألته قلت له أنت بتؤمن بنظرية داروين؟ قال لي أي، ما داك لسه غبار الإسلامية ما تنفض منه، فهمت؟ قام قال لي أي. طيب قلت له والخلية الأولى جاءت من وين؟ عاين كده قال لي كانت في مستنقع. ما السؤال حيواصل أنت قايل حيقف، فهمت؟ قال وانا بوديك على سكة عدم زي ما قال زولك، فهمت؟ فقمت قلت له طيب المستنقع جا من وين؟ جا من وين؟ ما سؤال، مستنقع ده مكون من مويه، مش المويه دي تشيتوه ولا في حاجه ثانيه، عرفتها؟ وفي حاجات بتكون في ضفادع وفي حاجات، المهم كده يقول مويه خالصه. طيب من اين جاء المستنقع اللي كانت فوق الخليه؟ قام قال لي قال لا، في نظريه اسمها الانفجار العظيم. قلت له طيب الانفجار لابد ان يكون له بيئه، في مواد منفجره وفي ماده بتاعت اشتعال، فهمت؟ فكيف من وين جاء الانفجار العظيم؟ فهمت؟ وظنه زمان كان بيحضر سنبل. المهم فما قدر يجاوب، لانه اي شيوعي، شوف اي شيوعي، ودي يا اخواننا مساله مهمه، لانه دائما بيغشوا كثير من الطلبه، يقول له يا زول انت طالب جامعي وانت لابد الدين ذاته تفكر فيه وتدخل عقلك ذاته. العقل ده يا اخواننا عنده حدود ما بيصلح، عرفتها؟ عشان كده لو انت الشيطان جاك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان الى احدكم فيقول له من خلق كذا؟ الشجر يقول له الله. من خلق الجبال؟ يقول الله. من خلق كذا؟ فيقول الله. فيقول له هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وليقل آمنت بالله ورسله أو ورسوله. يذهب الله عما في نفسك، وده الموافق للعقل. لأنه لو جيت قلت لي مثلا مع الشيوعي قلت لي بعد مذنب هالي في مذنب حاجة تانية،
طيب من خلق مذنب حاجة تاني حاجة ثالثة، من خلق مذنب حاجة ثالثة حاجة رابعة، ما منتهي. عرفتها؟ لو الشيوعي قال الطبيعة، من خلق الطبيعة؟ أها سين من الأشياء، من خلق هذا الشيء؟ سين. من خلق كذا؟ عشان كذا العلماء قالوا لابد أن يكون هناك خالق واجب الوجود كما يقال، يعني العقل ما له دخل فيه. وده موجود عندنا زي مسألة الروح. الروح عرفتها؟ في النهاية الدكتور سواء كان بشري أو بيطري أو غيره بتجي مرحلة بيعجز عن أن يجعل هذا الجسد الذي أمامه وهذه المادة، نتكلم مع الشيعين بألفاظه، المادة اللي قدامه دي ما بيجعلها تتحرك كما كانت. سؤال ليه؟ يقول لك والله الروح مرقت. لا لا لا، ده تفسير ديني، ده تفسير المسلمين. انت زول ملحد، ده ما تفسيرك انت. انت المفروض تقول لي في كمية من ثاني أكسيد الكربون كانت بتحرك الجسم وبتخليه يشم وجعلت فيه قوة. لأنه شوف كون الإنسان يا أخواننا يكون عنده مثلا جارحة عين، ده ما معناته إنه بعين. في ناس تلقاهم مفتحين ما بشوفوا، صح ولا ما صح؟ لابد من قوة إبصار. تلقى إنسان عنده إضمين لكن شنو؟ ما بيسمع. تلقى إنسان عنده لسان وسنون ولسه فوق، واللسان بتاعه لو جيت مترته استاندر لكن ما بيتكلم. ليه؟ عرفتها؟ فدي كلها من عند الله سبحانه وتعالى، دي كلها عند الله. فالروح دي، الروح هذه لا يستطيع الخلق أن يصلوا إليها. عشان كده الشيوعي لما خلاص تكفل معاه يقول لك لا، ده روح مرقت. روح مرقت دي شنو؟ الهواء متوفر، الأكل متوفر، الشراب متوفر، البيئة بتاعت العيش متوفرة. زول طعن وماف، زول ضرب وماف، ليه زول دمات ولا عيان ولا عنده أي حاجة؟ يقول لك والله بس أصبحنا كده لقيناه ميت. ليه؟ عرفتها؟ يبقى يا أخواننا دي حاجات العقل ما وصل لها، وكثير من الأمور وكثير من الحقائق ما وصل إليها العقل. عشان كده كان المؤمنون أكثر الناس عقلا وأعظمهم عقلا. عشان كده الملاحدة والمجرمين بيقولوا يوم القيامة كما حكى الله في سورة الملك، وقالوا لو كنا نسمع أو شنو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ربنا قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال والرسل تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، أي بما يحير العقل لا بما يمنع العقل حدوثه. طبعا الشيوعي بيكون شوية كده الواي فاي بتاعه تعبان في المسائل دي، لأنه عندهم مشروبات روحية وحاجات تانية، وفي مشروبات بيضاء تنتج عند حرق حشيشة معينة فهمت، وأشياء أخرى غير مفيدة. وطبعا ما تقول لي لأنه بوستنا، ما أنت قلت ما عندك أخلاق، شيخك قال كده، نعمل لك شنو؟ دي مع حقيقة الأحزاب يا أخو الله، عندهم كلام لولا أننا نريد أن نفضحهم، وكما قال العلماء ناقل الفسق لا يفسق لما قلناه. مرة شغالين في النيلين وهو نفس الشيء في السودان الغربي، ما في زول حكى لنا شفنا، وبتاعت السودان الغربي دي لها سنة ونص. جو واحدين بيقول لهم المستغلين، قالوا التحية لستات العرقي وقال التي تمارس بالليل الدعارة فتنجب أولاد الحرام فنحن أولاد الحرام. هم قالوا كده والله، ونحن قلنا لهم كما يقال في القانون الاعتراف سيد الأدلة كما يقال. عرفتها؟ أنا قلت لهم الزول أبوه ينجبه والعرس يجيه، عرفتها، ويدخل روضة ومدرسة وثانوي وسنتامنا أم واقفة له وعصائر وأقرى وأستاذ مساعد ومجموعات وحل وادفعوا له ورحلوه وجامعة، وجا جامعة الخرطوم لغاية ما خش الجامعة وبقى برلوم وسجل وكده واتحلال. امشي يخش له حزب يطلع واتحرام. قالك الله دي أحزاب، دي أحزاب فارغة وفاشلة. عشان كده ما تبقى مع ذول، ولا نحن حزب دايرين انك تخش وتبقى معانا. ودي يا اخواننا كل الأحزاب، شوف أسوأ ما في هذه الأحزاب، أسوأ ما في هذه الأحزاب أنها تزرع فيك عقيدة تخرجك عن الدين أو تشككك في الدين. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه. عرفته؟ فدل يشككوك في الدين، شككوك في العقيدة، شككوك في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ناس ملاحدة ما دارين قيود،
ما دارين أديان زي جاد ديك جابوها في شباب توك عرفتها؟ قالت شنو بالإنجليزي we give up religion مش عرفتها؟ مش قالت كده يعني ما دارين دين وقفوا لنا دين قالت ما دارين دين دايرة شنو طيب قالت دايرة تطلع الساعة 12 بالليل وزولي زالة ماف يا خس ولا الساعة 2 هي الله بقيت أنا ذاتي محترمة ها الساعة 2 بالليل وما بزول يا أخوانا دل دارين يوصلونا ليه والشيوعين عشان كده عندهم مدارس اسمها المدرسة الجنسية بتاعت فروي قال إن البقرة دائما أنا بذكر لك أكعب الحاجات عشان بطنك تطوم منهم مرة واحد ولا بتلقى عندهم دنيا طبعا بيجي يغشوا الناس بكرة التجمع جاي يملى البلد فتة بلدا بلا كيزان وطنا هو السودان إلى آخر عرفتها يجي يغشوا الناس بهذه الشعارات الفاشلة الفارغة وما عملوا حاجة تقال شو إما مسكوا البلد مسكوها 3 يوم قالوا الخرطوم ما مكة يعني لو دار تصلي ما تصلي هنا تمشي مكة هناك يا ود تعتبوك انت قالوا مآذن المساجد تنقلب لمداخل مصانع عرفتها 3 يوم ساطوا فيها البلد صواطة ولذلك يا أخواننا الإنسان يبعد عن هذه الأحزاب المجرمة التي لها يعني الأثر السيء في نشر الباطل بين المسلمين ونحن بنقول السبب بتاع تأخرنا نحن كمسلمين وجود هذه الأحزاب والجماعات أنا دارين الناس يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين هذا هو الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى وإذا كنا كذلك قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فنحن دارين من الناس يؤمنوا بالله ما دارين منهم انتخابات ولا نازلين انتخابات ولا دارين من الناس دنيا دارين الناس يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى فيجوك الأحزاب دي ويجروك ويجعلوك في دوامة انت أهلك جابوك هنا تقرأ وكذا اجعلوك في دوامة راح أبقى معانا وامرق معانا ونضارب ديل ونسوي ديل وكذا في النهاية انت تضيع ساكت تضيع يقولك لابد تبقى معانا وعندنا رؤية 50 ونحن استهدفنا طلاب الجامعة في الفترة ما بين 2017 و 2022 وهؤلاء إن شاء الله سيصبحوا طليعة المستقبل وسينيرون لنا الطريق وسوف يحكمون لنا البلد وسيكون منهم العدل والانتشار وانت تكون متكيف خالف كراع في كراع شفت سدي سوف يكون وسوف يكون دي من زمان السين دي ما تحركت أصلا نهائي والأحزاب دي ما قدمت لنا حاجة عرفتها؟ عشان كده يا أخواننا الناس يرجعوا لدين ربنا سبحانه وتعالى ولما نقول الدين ما ندل الناس يا أخوان إلا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وده يا أخواننا ما بيعارض كون الإنسان يأخذ بأسباب القوة المادية ما فيها مشكلة في الصناعة في الزراعة في الطب في الهندسة في البيطرة في غيره من الأمور إنه الإنسان يتقدم ويحرز التقدم الدنيوي ما فيه مشكلة ولا منع منه الدين ولا عارض الدين عشان يجون الملحدة دي عرفتها؟ والكلام فيهم يطول جدا لكن بنفسي يعني الترتيب أنا أذكر نوع ثاني من أنواع الملاحدة وهما الصوفية ديل برضو من أنواع الملاحدة وديل وقعوا في بلوى ثاني ديل أقروا بوجود الله لكن صاطوا الشغلة مرة واحد الصوفي خلاصة دينه إنه شيخه ده ممكن يبقى رب العالمين ذاته زي ما جاء في كتاب القادرية قال الشيخ عن نفسه وأعلم نبات الأرض كم هو نابته كم شجرة في الوطن عارف عدار سمسم لبخ ها أمطرق حسكنيت ها الكضوضو أي حاجة قال كلنا عارفين شد الشيخ قال حاسبين كله وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأنا داير شيخ من الصوفية ديل يتبرع إنه عد لنا الرملة عشان على الأقل نشغل عن المسلمين ديل ما يضلهم أجيب له كوم بتاع تراب هو أحفاده 13 ما يعدوا فهمت؟ قال وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي شوف الكلام ده كيف والناس يقول لك والدولار زاد والعيشة بقى صغيرة وإنت ذاتك بتبقى صغير خليك من العيشة مش في شرك
وفي ضلال وباطل شيوعيين قاعدين ومجارمة ديل ما دام قاعدين أبشر بالغلاء وبارتفاع الأسعار وبشدة المؤونة وبجور السلطان إلى آخر. ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله مكة كفرت برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتوحيد والدين الحق فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف عرفته لغاية ما بيقوا يأكلوا النوى ويأكلوا الجلد وفي ضنك عظيم ثم رفعهم الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كذلك لن نرتفع ولن يحصل لنا رغد عيش إلا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال أنا الذاكر المذكور في كل مضمر أنا الشاكر المشكور في كل نعمة أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده الشيخ لغاية ما وصل قال هو الله عرفتها. البرعي قال شنو؟ قال إنا بخب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. وربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بل الصوفية قالوا بيتحكموا في الكون زي ما جاء في كتاب اسمه سراج السالكين تأليف ود بدر تغريز عثمان البشير الكباشي. ده حيقاعد لو مشيت بجاي بالشارع البجاي ده مشيت لي قدام بتلقى الزول ده بيغادي فهمت في الكباشي هناك محل المطبات دي ومعانا المهم كده خلينا. ده قال في كتاب اسمه سراج السالكين قال أولياء الله الكمة الثمانية عند الصوفية الولي يكون مرقع أو إذا مات عنده قبة أو يكون عنده دراويش تابعينه أو عنده حولية إلى آخر هذه علامات الصالح عند الصوفية. المهم قال أولياء الله الكمة الثمانية ثمانية بس أربعة باليمن وأربعة بالسودان لا مصر لا المغرب يعني مع ذلك مرقوا ناس أحمد البدوي بتاع مصر والسيدة مين كده والسيدة مين ومرقوا أحمد التجاني هناك في المغرب ومرقوا جماعة كتار لكن قالوا بس في اليمن والسودان. قال فكف عن ذكر الذين باليمن وأما الذين بالسودان قال فمنهم دفع الله المصوبنا المشهور بمصوبنا الحضرات لأنه قال عندهم حاجة اسمها الحضرة الإلهية بيقعد مع رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ويخاطب رب العالمين عرفته. وعندهم حضرة نبوية قالوا في المولد النبي صلى الله عليه وسلم بيجي الموالد دي تعد بحري ومدرمان إلى آخر فهمته. وده السبب من أسباب انتشار الشيوعين لكن كده النواصل. قال وقد جر الشمس مع الملائكة 30 سنة أو قال 40 سنة زي ما قال لك شيخ علي همت. قال ومنهم أحمد الطيب البشير ملكه الله الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. أسألكم يا طلاب بيطرة الدورة بتاعت الحياة بتاعت الفراشة كم يوم؟ ها 15 يوم مش؟ أو حاجة زي دي. ده قال لك 33 سنة فراشة ما تتماف بعوضة ما تتماف فهمت خلية ولية ما تتماف يعني أشوف إذا سيدي تغنيهم كيف كذا كذا وريني يا أخي ده هوس كثير. قال ربنا ملك الكون ودي عقيدة كفرية أبو جهل ما كان بيعتقدها والله وأبو لهب والكفار الأوائل لأنه ربنا قال قل من بيده ملكوت كل شيء أي قل يا محمد للمشركين من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وكلام كثير جدا الختمية البيجاي ديل شيخهم قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. وكلام الصوفية أوضح في الضلال من أن يذكر. فديل برضو من الملاحدة ديل من الملاحدة لأنه ربنا قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فهمت. وديل كمان وصلوا لمصائب تانية باسم الدين عرفته. وديل يوم كانوا سبب انتشار الشيوعين يعني الواحد يبقى عنده قروش باسم الدين الصوفي لأنه هو شيخ يجوا الناس عشان دايرين الحماية من أي حاجة دايرين المطر يمشوا للشيخ الواحد بهيمته راحت يمشوا للشيخ عرفته. فيأكلوا من الناس أموالهم بعد أن أكلوا منهم عقيدتهم وضيعوها عرفته. ديل الصوفية. بعد ذاك في مسائل بتاعت أعراض البرعي قال
كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد. إجي زول المسكين للشيخ وهو يعتقد أن هذا الشيخ يعطي الولد، يقوم الشيخ يديه بخرتين مثلا، الشيخ قاعد في شنبات يقول لي واحدة تدفينها في الجبل والثانية في أم الرح. ده لما يجي راجع يلقى الشيخ ده جاط الشغلة جوطة شديدة، فهمته؟ ويقول لك يا سلام وجاب جاني ولد. يا أخي أنت مفروض يدوك عكاز في راسك يا تودي مرة لشيخ، تودي مرة لراجل تقول لي أنا داير الولد مرة. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء تمشي توديها لشيخ. فده برضو يا أخواننا لعب، سواء كان اللعب باسم الحرية، لأنه برضو شيوعين بيلعبوا باسم الحرية، حرية حرية وحرية المرأة، والمرأة لابد تسوق دراجة ولابد ولابد. يعني هسي عامل لنا شكلة في عجلة بس، يعني الشكلة دي كلها إنه من حريتي أركب دراجة، موضوعكم كله عجلة؟ دار لا حاجة ستاتية ولا دبل، موضوع كلها في عجلة. فأخواننا ده من السفة، عرفتها؟ برضو بيلعبوا بالأعراض باسم الحرية. البنت تبقى مبتذلة وتبقى سلعة يا أخي. حتى في أدبياتهم أنت ما شفت شغلهم هنا بالصباحيات، الواحد يشتغل في الركن الشيوعي منهم، فهمتهم؟ وما نستطيع أن نقول رجل، لأنه هم قالوا مرة ولا دستت رجال، هم براهم قالوا كده، فهمت؟ فالواحد تلقاه شغال، لما يلقى الطلبة مثلا مشوا بعيدة وكده وانشغلوا بحاجة تانية يقوم يجيب بيت يخليها تتكلم عشان تجمع عليه الناس وتقول لها كول عجيب، عرفتها؟ وكلام غريب، عرفتها؟ وبعد ذاك الناس يجي يتلم. فدي برضو اتخذوها سلعة. ولذلك يا أخواننا الضياع الحاصل لنا كمسلمين، وأننا صرنا في ذيل الأمم بسبب ومن أكبر أسبابه هؤلاء الملاحدة المجرمون الذين ضيعوا البلاد والعباد. والإلحاد إذا دخل على قوم أهلكهم، عرفت؟ عشان كده الإلحاد ما نجح، والنظريات بتاعت الملحدين ما نجحت، بل كانت جرت على البشرية من الحروب ومن القتل ومن التشريد ومن المجاعات، الشيء الذي سطره التاريخ الحديث. ديل الشيوعين، عرفت؟ شيوعين جو 1917 عملوا لهم دولة في الاتحاد في روسيا، سموها الاتحاد السوفيتي، كانت دولة نصرانية، بعد ذاك بقت دولة، بعد ذاك بقت دولة شيوعية إلحادية، كتلوا فيها المسلمين مرقوهم إلى سيبيريا وإلى آخر. فلذلك يا أخواننا نحن أول ركن ده سويناه عن الملاحدة، لأنه دي من أخطر الفرق الموجودة الآن خاصة في أوساط الشباب، ونحن دارين من الشباب إنه يعني يبعدوا من هؤلاء، وألا يصغي الإنسان إلى هؤلاء، وألا يلعب الإنسان في دينه. حتى لو الإنسان قد تجد مثلا طالب عنده بعض المعاصي، لكن أخواننا الإنسان مع معاصيه لا يشارك هؤلاء الملاحدة المجرمين، لأنه أغلى ما يملك الإنسان يوم القيامة هو الدين والإيمان الصحيح. وربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فنحن يعني هذا المنبر لبيان هذه الحقائق، وإن شاء الله قبل يعني أن نختم هذا المنبر كما هو معروف في أدبيات الجامعات إنه بنفتح الفرصة، ودائما الفرصة تكون لمن يعني تكلم فيهم المنبر، فنفتح فرصة للمداخلات والنقاش أو حتى الأسئلة من الطلاب.